أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. فنانة تونسية تعترف بأن قصي خولي زوج ابنتها، وهجوم لاذع على الفنان قصي خولي بعد ترك زوجته وطفله في ظروف مأساوية. فجرت الفنانة التونسية أمال علام مفاجأة تتعلق بالأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن الممثل السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني. وظهرت الفنانة أمال علام في فيديو ترويجي لحلقة من برنامج عبر قناة الحوار التونسي، ومن المقرر عرضها قريباً. واعترفت أن الفنان قصي خولي هو زوج ابنتها مديحة الحمداني وأنها جدة طفله العميد. ويبدو أن المزيد من التفاصيل والمفاجآت بخصوص هذه القضية ستظهر قريبا في برنامج فكرة سامي الفهري الذي يقدمه الإعلامي الهادي الزعيم. ويشار أن فتاة تونسية تدعى مديحة الحمداني كشفت من خلال فيديو نشرته أنها زوجة الفنان قصي خولي ووجهت له العديد من الاتهامات. ومديحة الحمداني المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها تعيش وضعا صعبا بسبب تعرضها للكثير من الاتهامات والانتقاد، هي وابنها العميد، بسبب زوجها الذي جعلها عرضة للي يسوى واللي ما يسواش بحسب قولها. وتابعت باكية من خلال الفيديو الذي نشرته: أنا بنت عائلة ومحترمة، اشتغلت في شركات ضخمة في مدينة دبي، وتعرفت على الفنان قصي خولي عام 2014 وارتبطت به، لكنه كان الإنسان الخاطئ. وأشارت إلى أن النجم السوري قصي خولي كان يتظاهر أنه أب مثالي في البرامج التلفزيونية، لكنه ممثل حتى في حياته الحقيقية، وكان يكذب ويمثل دور الأب حسب تعبيرها. مؤكدة أنها تعرضت للظلم والمعاملة السيئة والقهر وتعاني يوميا لتوفير مصاريف ابنها، خاصة أنها لا تملك عملا لعدم حصولها على التراخيص الضرورية رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية. ووجهت مديحة الحمداني التي تبلغ من العمر 35 عاما كلاما لزوجها قصي خولي، وحذرته من الإدلاء بأي تصريح كاذب يخصها وابنها في البرامج التلفزيونية واللقاءات. وهددت الشابة التونسية النجم السوري قصي خولي أنها ستكشف كل تفاصيل علاقتهما لجمهوره في فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حال عاد للكذب مجددا، وذلك مباشرة بعد انتهاء البرنامج، قائلة: سكت بما فيه الكفاية وباش ناخد حقي منك. وتردد في الأوساط الإعلامية أن اسم الطفل ليس العميد كما صرح قصي خولي في الإعلام وعبر السوشيال ميديا، بل يدعى فارس. وبحسب مصادر صحفية فإن قصي خولي تزوج من مديحة بسبب حملها الجنسية الأمريكية طمعا بالحصول على الجنسية. وأغلق الفنان السوري قصي خولي خدمة الرسائل المقدمة من قبل فيسبوك، والتي يستطيع رواد مواقع التواصل الاجتماعي التواصل معه من خلاله بعدما نشرت زوجته التونسية مديحة الحمداني، والتي تحمل الجنسية الأمريكية مديحة الحمداني فيديو وهي تتحدث عن المعاناة التي تركهم بها زوجها في ظروف شبه مأساوية هي وطفلها.
وقالت مديحة الحمداني في مقطع فيديو تظهر فيه لأول مرة بعدما ظهر قصيخولي على قناة ام بي سي في لقاء مع برنامج غدا أجمل والذي تقدمه المذيعة مهيرة. وهو يحاول إظهار أنه الأب المثالي وأن الأب الذي لا يمكن أن يقلد أحد وأنه يقوم بمساعدة طفله بشكل يومي ويقدم له الرعاية الكاملة بالإضافة إلى مشاركته بتحميم طفله يوميا مرتين والذي تبين كذبه بعدما ظهرت مديحة الحمداني لتوضيح الأمر الذي أخفاه عن جمهوره منذ سنوات. وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصيخولي للمرة الأولى والذي صدم الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد يبدو أنه الأصعب والأكثر صعوبة لمن كان يعرف قصي عن قرب ليتفاجأ بأن قصي في المسلسلات والدراما هو ليس قصي نفسه الذي يعيش بين أسرته فقد تركها وعبث بها من أجل الحصول على مصلحة ما ومن ثم ابتعد عنها دون أن يقدم لها أدنى خدمة أو مساعدة. وليس لأجلها فقط وإنما لطفله الوحيد والذي تفاخر به عبر وسائل الإعلام، والحقيقة أنه لا يعرف عنه شيئا سوى أنه يراه بين فترة والأخرى بمسافة طويلة جدا بحسب ما قال زوجته، وأنه لا يقدم لهما أي شيء وأن الزوجة لا يوجد لديها أي مساعدة أو أي عمل حاليا. مضيفة بأنها كانت تعمل في دبي في أكبر الشركات وأنها من عائلة كبيرة ومعروفة وشريفة وطيبة وسمعتها جيدة وليست فتاة ابنة شوارع، وأنها تجتهد وتعمل كل ما بوسعها لكي يكون طفلها يعيش حياة كريمة في الحد الجيد حتى لا يرتمي في الطرقات والشوارع بعدما تركهم قصيخولي بعيدا في أماكن دون أن يقدم لهم شيئا. وكانت مديحة الحمداني والتي تحمل الجنسية الأمريكية وهي تونسية الأصل قد تقدم لها قصيخولي للزواج سريا أثناء عملها في دبي، ووافقت على ذلك لتقوم بتقديم لم الشمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن جاء موعد السفر، وتمكن قصيخولي من الحصول على الإقامة الأمريكية. وبدأ الفنان قصيخولي بالتعامل مع زوجته بطريقة مهينة جدا بحسب ما ذكرت، وهي الآن توعدت بأنها ستقوم بنشر كل ما يقوم بالحديث عنه لو كان كذبا في رد مباشر منها على كذبها أثناء لقائه على قناة ام بي سي في دبي. ولاقى ذلك هجوما لاذعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها قصيخولي، وعبر متابعيه على استيائهم من معاملته لزوجته التي قدمت كل شيء من أجله. وفي الوقت الذي كان خرج من ظروف الحرب في سوريا والتي اندلعت وتسببت في تشريده، ولولا أن كانت مديحة الحمداني لما كان قصي الآن مستمرا في التمثيل مستخدمين المثل آخر المعروف ضرب كفوف. ولم يرد الفنان قصيخولي على التعليقات أو على مقطع الفيديو متجاهلا ما يحدث، وهو الآن يشارك في حفل إنساني قد أقامه أمراء أبو ظبي وقد تم اختياره ضمن الفريق الذي يقدم عرضا وهو يسير برفقة عدد من المحتاجين بحسب ما نشرت وسائل إعلامية في الإمارات. وهذه حماته الفنانة التونسية أمال علام. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.